مرحبا، اسمي تيمور. حبيت أشارككم بهذا الفيديو الصغير عن فيروس كورونا اللي دا ينتشر بشكل كبير بين الناس وبسرعة مخيفة. وهذا الفيروس دا يقتل عدد كبير من الناس، وهذول الناس هم أحبائنا وأحبائكم. لذلك حبيت أترجاكم بهذا الفيديو أنه سوية وبإيد واحدة نتبع إرشادات ونصائح منظمة الصحة العالمية للحفاظ على سلامة الجميع. أولها خليكم بالبيت، وثانيها تغسل إيدك بالماء والصابون أو بمطهر كحولي، وثالثها نحافظ على المسافة اللي هي لما نكون بالخارج، مسافة التباعد الاجتماعي من متر إلى مترين، حفاظاً على سلامتنا وسلامة الآخرين.